فريق برنامج الثمرة كان له زيارة لمشاتل الطنطاوي لمستلزمات الإنتاج، وبالأخص شتلات الخضر من الطماطم والفلفل والباذنجان والخس والخيار والكوسة والكرنب، وبالتحديد من داخل محافظة كفر الشيخ مركز بلطيم على الطريق الدولي الساحلي بقرية الشهابي. لقائنا كان مع الأخوين أيمن الطنطاوي وعماد الطنطاوي، أصحاب الخبرة الكبيرة في التعامل مع فريق العمل اللي بينتج أجود شتلات الخضر، بالإضافة لسعيهم الدائم لتطوير جميع المشاتل الخاصة بيهم. وتشوف هناك الطلب عليه كتير، وده علشان الشتلة بتاعته جودتها عالية وبتدي إنتاجية كبيرة للفدان وبأسعار تنافسية. كمان قابلنا فريق الدعم اللي عرفنا منه مدى جودة ومميزات شتلات الخضر بمشاتل الطنطاوي ومقاومتها للأمراض، والتعامل إزاي بيكون مع المزارعين والتجار بعد البيع. وكمان كان لينا لقاءات مع عدد من المزارعين اللي أكدوا إنهم بيتعاملوا من سنين مع مشاتل الطنطاوي علشان جودة الشتلات وإنتاجيتها العالية، فعندهم فدان الطماطم بيجيب أعلى إنتاجية بتوصل ل 2500 عداية. المهندس أيمن الطنطاوي صاحب مشاتل الطنطاوي الخضر بكفر الشيخ، أهلا بك. أهلا بحضرتك. أنا خلال زيارتنا لبرنامج الثمرة شايف هنا يعني بسم الله ما شاء الله مشاتل بتطبق كل المعايير والممارسات الجيدة بالنسبة للزراعة. تمام. احنا قبل ما ندخل بقى في الشتلات عندك ايه، قول لي الحكاية بقى، بدأت ازاي انت، بدأت ازاي في المجال ده، قول لي الحكاية، احنا متواجدين فين بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بدأنا ان شاء الله في سنة 2011، في اول 2011، يعني بقالنا في المجال دلوقتي حوالي من 13 سنة. بدأنا الاول بمشتل صغير 5 صوب، والحمد لله بدأنا نكبر شغلنا وكملنا 5، بعدها كمان 5 أو 6، بدأنا لحد ما وصلنا 18 صوبة في المشتل الرئيسي في سيدي سالم كفر الشيخ، محافظة كفر الشيخ. ثم توسعنا تدريجيا كده، عملنا مشتل تاني برضو في محافظة كفر الشيخ، برضو في مركز الحمول، برضو على مساحة فدان صوب شتلات، وبرضو عملنا مشتل تاني بعدها برضو بحوالي سنة، يعني 3 سنين ولا حاجة، عملنا برضو مشتل في محافظة كفر الشيخ، برضو في مركز كفر الشيخ نفسه العاصمة. والحمد لله السنة دي في 2023 عملنا المرحلة الرابعة بتاعتنا، فتحنا مشتل تاني في مركز البرولس بلطيم، وإن شاء الله يعني عندنا طموح كبير إن احنا نوسع شغلنا أكبر من كده كمان إن شاء الله. وطبعا شغلنا مش على قد المشاتل بس، احنا الحمد لله شغالين في طبعا في إنتاج الصوب برضو، ما زال يعني صوب الإنتاج، وبالنسبة أيضا كمان للزراعة اللي هي المحمية برضو الري بالتنقيط، متوسعين ان شاء الله شغالين يعني. تمام. احنا قبل اللقاء كنا بنتكلم عن التعامل مع الشركات اللي احنا بناخد منها البذره بالنسبه للشتله. تمام. انا شايف انك انت بتتعامل مع شركات كبيره جدا هنا في مصر. تمام. قول لي بقى احنا بنتعامل مع مين بقى، والاصناف اللي عندنا ايه بالنسبه للشتلات الخضر يعني. احنا بنتعامل مع جميع الشركات، يعني بنتعامل مع جميع الشركات، يعني حضرتك ممكن نسمي اسماء، بنشتغل مع بلوسيدز، مع كنزا، مع شركة المهندس، مع شركة رؤية، مع شركة الكلسوم، مع إنزا زادن، مع كل الشركات، وكل الشركات طبعا فيها شغل محترم. بناخد الشغل اللي هو مطلوب، اللي احنا بنطلبه، أو على حسب المنطقة اللي مطلوبة قدام مننا. تمام. يعني كل شركة فيها أصناف معينة احنا بنشتغل فيه بناء على اللي احنا محتاجينه منها ايه. تمام. لأن طبعا زي ما انت عارف ان الأصناف في السوق النهاردة كل صنف معين فيه صفات معينة احنا محتاجينها. تمام. تمام. كل الشركات بالكامل احنا الحمد لله بنشتغل معاها، سيان طماطم او اناناس او فلفل او برنجان، او كل الشركات الحمد لله بنشتغل معاها، مفيش اي مشكله خالص يعني. تمام. احنا عندنا كم صنف هنا بنتعامل معاه بقى بالنسبه لل، يعني احنا عندنا بالنسبه للاصناف الفلفل مثلا عندنا اكتر من 10 اصناف فلفل، واربع اصناف برنجان شغالين عليهم، وثمان اصناف طماطم، بالاضافه طبعا اللي فيه اصناف اناناس حوالي من 6 اصناف اناناس او 7. برضه بالنسبه للبطيخ المطعوم معانا اكتر من 5 اصناف بطيخ مطعوم شغالين عليهم برضه، يعني جميع الاصناف اللي في السوق اللي المنطقه بتطلبها احنا شغالين عليها. تمام. مهندس ايمن، انت النهارده خبره كبيره في شتلات الخضر، النهارده المزارع
بيحتاج شتله كويسه بتدي انتاج عالي وعايز السعر حنين. طبعا انت يعني انت بتحط في اولوياتك للفلاح، بس الفلاح ده دلوقتي يعني هو حملك المسؤوليه وحملك امانه، تمام؟ في فلاح فاهم بنسبة كويسة وعارف هو بيتعامل مع مين، وفي فلاح جاي مش عارف، هو بيزرع بس مش عارف هو بيتعامل فين. انت مطلوب منك ان انت توجهه او تديله الايه النصيحة. يعني اولا انت مطلوب منك اول حاجة لازم تطلع عود شتلة صح، يعني عشان خاطر انا كبتاع مشتل عاوز اعمل اول حاجة لازم اعملها ان انا انتج زرع كويس اودي للفلاح. زرع كويس ده محتاج بذرة صح، خامات جودة هشتغل بيها تكون صح، تمام؟ الناس اللي معايا يكونوا برضو ناس على قدر المسؤولية، فاهمين ان الموضوع مش سهل بالنسبة لنا، لان طبعا التكلفة النهاردة عالية زيادة عن اللازم، فلابد ان انا برضو اطلع جودة صح واصناف مظبوطة، وما بعد البيع خدمة ما بعد البيع برضو ان انا النهاردة الفلاح لما اديله الحاجة مظبوطة ما فيش فيها مشكلة، الطلب اللي هو طلبه او الطلب اللي انا من خلال ان انا مثلا هو بيثق فيه وانا اديته الصنف اللي انا بثق فيه، لابد ان انا اتابع ما بعد البيع. ده مهم بالنسبة لي انا شخصيا عشان خاطر طبعا ان انا ايه مثلا اوجهه، لان الفلاح النهارده اللي بيزرع ارض النهارده المفروض ان هو يكون ملم باشياء معينه. لابد الفلاح، انا كعلى نصيحه لازم انصحها للفلاح، لابد رقم واحد ان هو يعمل لي تحليل تربه الارض اللي عنده، لان طبعا الفلاح بيزرع كده يعني ايه بيشتغل ما يعني بالبركه، يعني المفروض ان هو لازم يعمل تحليل تربه، لان الواحد لو تعب وراح لدكتور بيقول له اعمل لي تحليل، التحليل بيبين لي انا حاجات. انا كمهندس لما يجي يقول لي تعالى بص لي على ارضي او اعمل لي برنامج تسميد، ما انا مش عارف اعمل له برنامج تسميد على اي اساس، لا انا عارف الملوحه اللي عنده قد ايه، ولا عارف بي اتش التربه عامل ازاي، ولا عارف هل الارض فيها مشاكل ولا ما فيش فيها مشاكل. فمن خلال التحليل اللي هو بيعمله لي انا بقدر اعمل برنامج تسميد، لان طبعا في عناصر ممكن تبقى في خلال الارض ديت في عناصر ناقصه، تمام؟ في عناصر فيها مشكله. الملوحه طبعا زي ما انت عارف لها اضرار كتيره جدا، وخاصه ان احنا في منطقه هنا منطقه البرولوس وارض الرمل بالذات نسبه الميه عاليه شويه، فبالتالي هنا الملوحه عاليه شويه، وبناء عليه النباتات دايما الملوحه بتبقى الطبيعيه اللي النبات يقدر يمشي تحت منها 4 ملي موز او 2500 جزء في المليون. تحت الظرف ده بنقدر جميع العناصر او جميع النباتات تشتغل، ما فيش اي مشكله، تمام. انما لو علت الملوحه عن كده هيحصل عندي مشاكل. المشاكل من ضمنها مثلا مشاكل في التلوين، مشاكل مثلا في ضعف النبات العام، تلاقي النبات انا اديته له النبات 100% صحيح ما فيش فيه اي مشكله، وبتابع معاه وهو خد جميع الاساليب الزراعيه او الطرق الزراعيه اللي اشتغل بيها، وفي النهايه ما اداش الانتاجيه المطلوبه، رغم ان هو بيسمد بس هو ما عندوش فكره ايه المشكله اللي عندي، ما حددش الهدف عنده. هل هو بيدي تسميد زياده؟ هل الارض فيها نسبه ملوحه؟ يبقى الملوحه احنا اتفقنا عليها اللي هي الاي سي بتاع التربه او الميه ما يزيدش عن 4 ملي موز على السنتي، يعني 2500 جزء في المليون. ده بالنسبه لجميع المحاصيل. في محاصيل بتتفاوت ما بينها وبين بعضها في درجه تحملها للملوح، تمام. احنا بقى بنوزع لمين هنا شتلات الطنطاوي؟ احنا بنوزع هنا شتلات لكل الناس اللي حوالينا هنا، يعني احنا بنوزع لحد، يعني انا معايا 3 مشاتل، المشتل ده ممكن ياخد معايا لحد مثلا بلطيم كلها عموما بصفه عامه، وفي ناس مثلا ابعد من بلطيم كمان لحد ممكن لحد المنصوره، في ناس بيجون لحد المنصوره، تمام. بالنسبه لجميع الشتلات طماطم واناناس وبطيخ وكل حاجه. النهارده انا كمزارع جاي اخد النهارده ازرع فدان طماطم، تمام. او فلفل او باذنجان، تمام. وعايزك يا باشمهندس ايمن تقول لي النهارده الناس اللي تعاملت معاها المزارع الفدان جاب كام، انتاجيه الطماطم، الصنف ده معاملاته ازاي، الصنف ده بياخد تسميد اكتر بياخد ميه اقل، تمام. كل صنف ليه تكه صغيره كده، يعني احنا بنقول عليه تكه كده، يعني ايه هي الفكره؟ في صنف مثلا يحتاج تسميد بوتاسيوم اكتر شوي، في صنف يحتاج تسميد كالسيوم اكتر شوي. طيب طبيعه التربه احنا اتفقنا ان الاصناف اللي عندنا الطماطم الاصناف اللي عندنا كلها سيان اصناف اللي هي الراوند او اصناف البلحيه، الاصناف عموما يعني الفدان بيتراوح انتاجيته مع الفدان لما باخد بالاسباب وامشي برنامج مظبوط، النبات الفدان بيعمل معايا مثلا من حوالي 50 لحد 65 طن بالعدايه ممكن نقول مثلا 2000 عدايه، ممكن يوصل لحد 2500 لو فلاح شاطر شويه ولو ارض فيها نسبه ملوحه مش عاليه قوي، تمام لو الميه مظبوطه والملوحه مظبوطه يدي معايا لحد 2500 عدايه للفدان، تمام. برضو على حسب موسم الزراعه، تمام كده. والزراعه طبعا زي ما انت عارف ان حضرتك ان الطماطم بنزرعها عندنا هنا في اكتر من 6 عروات على مدار العام، بتنزرع في البرولوس على 6 عروات في مصر عموما يعني، لكن هنا بالتحديد بتنزرع طول السنه، بنبدا بالعروه الصيف المبكره اللي هي اللي احنا بنزرع فيها من اول يناير ديت
ولها أصنافها، ونبدأ في العروة الصيف العادية برضو لها أصنافها، وبرضو الصيف المتأخر، وبعد كده العروة النيلي والعروة الشتوي، وآخر حاجة خالص اللي هي العروة المحيرة اللي هي بتزرع تحت الأنفاق، ودي غالبا اللي بتنزرع من يعني من 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 في التوقيت اللي احنا فيه حاليا دلوقتي ده. تمام، احنا بنوصل للعميل ازاي؟ نقول له هنا عندنا شتلات الطنطاوي وشتلات مميزه، خدها بقى هتزود عندك الانتاج. غالبا العميل بقى عنده ثقافه، يعني عنده حب استطلاع، يعني انت مجرد ما فتحت مكان طبيعي ان العميل هيوصل لك. يعني الاول دي ارزاق بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هيبعت لك رزقك، انت اهم شيء اعمل الصح واجتهد، وان شاء الله بامر الله رزقك هيجي لك. وخاصه ان احنا الحمد لله لنا اسم ولنا سمعه قبل كده، ما احناش لسه فاتحين النهارده يعني، فغالبا ان في لنا في كل مكان ناس كويسين يعني في كل مكان. اكيد طبعا الناس دي بيجونا وبيجيبوا ناس معاهم، واللي خد حاجه وربنا كرمه فبيجيب غيره ويجي. تمام. طبيعي يعني. بالنسبه بقى للصواب والتراخيص والتعاون مع وزاره الزراعه شكلها ازاي بقى؟ ما فيش اي مشكله خالص، احنا مرخصين صوابنا الحمد لله، بنروح البحوث بتاع البساتين، اداره البساتين في كفر الشيخ، وبنطلع ترخيصنا، ما فيش اي مشكله خالص. تمام. انت ما قلتليش برضو على السعر. السعر لا، عايزك تبقى حنين كده مع الفلاح الفتره اللي جايه. بالنسبه للاسعار انا قلت يعني حضرتك انت عارف ان كل صنف وليه سعره، احنا بنحط سعر التذكره وناخد التحضين بتاعنا، وان كان مكسب بسيط يعني، ما مش 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 مكسب يعني مبالغ فيه ولا حاجه يعني. غالبا اسعار الطماطم يعني غالبا من 180 لحد 330 النهارده بالنسبه لاسعار الصينيه اللي موجود يعني. محتاجين نتوسع الفترة اللي جاية في المحافظات؟ محتاجين توسع إن شاء الله، وفي دماغنا إن شاء الله توسع في محافظات بأمر الله من غير شر إن شاء الله في الخطة يعني. عايزين رقم تواصل لي مع مشاهد الطنطاوي للمزارع. يعني في رقم 0100 3 9 23 59، في رقم 0100 3 9 23 59. النهاردة الفلاح المستلزمات عليت عليه طبعا، والتكلفة زادت طبعا، تقول له إيه بقى؟ والله انا اقول للفلاح يعني، انا زي ما قلت لحضرتك يعني، محتاج الفلاح قبل ما يعني هو بيزرع ارضه النهارده، هو بياخد يعني ايه، بيبدا يعني يجري عمليه الزراعيه على ارضه، وبعد كده يفكر انا هزرع. بقول له بعد اذنك قبل ما تفكر تزرع، رقم واحد حلل التربه وحلل الميه، ده رقم واحد. رقم اتنين اختار مكان صح او مشتل صح للامانه، عشان خاطر تكون واثق فيه انك هتاخد من عنده زرع مظبوط، وتاخد من عنده استشارة أو مادة علمية مظبوطة لما تحتاجه تلاقيه قدام منك. تمام. ولما واختار أيضا كمان سماد يكون برضو من مصدر مظبوط، عشان برضو أنا برضو ممكن أخد كل الأسباب وأنا عندي سماد مش مظبوط، أجي حلله ألاقي النسبة بتاعته مش مظبوطة، يبقى أنا أخدت بالأسباب زرع مظبوط، عود شتلة قوي، وعندي الصنف بتاعه كويس، وعندي السماد أنا بشتغل به مظبوط، وعندي برنامج أنا شغال عليه مظبوط، إن شاء الله بأمر الله تطلع النتيجة في النهاية زي ما احنا قلنا اللي هو من 50 ل60 طن النتيجة بتاعتي. المهندس عماد الطنطاوي صاحب مشاتل الطنطاوي ومدير التسويق بمشاتل الطنطاوي، اهلا بيك. اهلا بيك يا باشا. النهارده التسويق مهم طبعا. اكيد احنا بنزرع، بقول لك خد، عايزين نسوق. تمام. في منافسين قويين في السوق. اكيد. احنا ازاي بننافس مع الناس دي بمشاتل الطنطاوي؟ احنا بفضل الله جل وعلا بنجيب بذور، بننتقل بذور افضل بذور، اعلى بذور في السوق بنجيبها، بعد كده بنزرع الصينية كامله، بعد كده بنكمرها، بندخلها مرحله الكمر، بعد كده بندخلها مرحله الفرد، بعد كده بنروي، بعد كده بنطلع عود شتله محترم معامل فطريا كويس، معامل بكل انواع الفطريات والحشريه، حشري وبكل كده يعني. تمام. تمام. التسويق ازاي بقى؟ بنسوق ازاي؟ التسويق عباره عن دعايه على النت، او بنعمل برشورات ننشرها بين الفلاحين، والفلاح بيزرع بيجيب غيره ورا منه كده يعني. تمام. طيب بالنسبه لمشاتل الطنطاوي النهارده احنا بننافس ازاي مع الشركات الكبيره؟ في شركات كبيره بتنافسك طبعا. احنا اكيد احنا بننتقي اعلى البذور عشان ننافس بها في السوق، بننتقي اعلى البذور وافضل البذور، عشان الفلاح لما يزرع بيجيب غيره ويجيب غيره وغيره وغيره كده. تمام. التعامل مع الفلاح ازاي بقى في السعر بقى؟
انا جيت النهارده عندي فدان، عندي فدانين، عندي خمسه او اكتر، تمام، وعايز مثلا شتله فلفل او بتنجان او طماطم، بتعامل ازاي معاك؟ التعامل بيكون طبعا كاش، لان انت بتشتري كاش فلازم تبيع كاش. التعامل مع الفلاح انت بتحاول تريح له الاسعار على قد ما تقدر، بس التعامل بيكون كاش لانك انت بتشتري كاش فبتضطر تبيع كاش. تمام تمام. وبالنسبه للسعر بقى، انا اخذت الفدان زي 2 زي 3 لا زي كل ما الكميه زادت بنحاول نخفض السعر شويه، تمام، بحيث ان المكسب يكون هامش ربح. الحاج سامح فوده احد مزارعي الخضر بكفر الشيخ، اهلا بيك. ايه يا باشا، اهلا وسهلا. انت كمزارع النهارده خضر، احنا بنتعامل ازاي مع مشاتل الطنطاوي للخضر؟ والله حضرتك هو المعامله المشتل هو الرسومه، ماشي. فحضرتك المكان الكويس، احنا هنا الناس بتجيب يعني شتلات معاك لحد الصحراوي، ماشي. احنا اما بنسمعه عن يعني ايه مشتل كويس، شتلاته كويسه ومضمونه، بتروح انت تجيب منه حتى لو في مكان بعيد. فحضرتك الباشمهندس ايمن برضه من الناس الكويسه اللي بتدور بحرص على انها ايه تجيب شيء كويس ومضمون. احنا بنزرع خضر ايه بقى؟ بنزرع خيار وبنزرع بطيخ واناناس، اخو جميع الانواع يعني. قول لي بقى، طب انا النهارده زرعت فدان طماطم، جاب انت جيت كام؟ انا والله ما بزرعش الطماطم، بس احنا مثلا بنزرع خيار مع محمد عارف الفلفل، ماشي. الانتاجات بتاعت ربنا، هي حسب المعاملات وانتاجات بتاعت ربنا، يعني رزق بتاع ربنا. طب قول لي على مثلا على شتله اخذتها النهارده من مشاتل الطنطاوي وعملت انتاج عالي. مثلا حضرتك انواع الفلفل هو البلد اللي عنده، ماشي، اصناف كويسه وانتاجيا كويسه وتسويقيا كويسه برضه. تمام، هو صنف واحد بس الفلفل بالنسبه للخيار؟ لا حضرتك انت مثلا لما بتاخد هي البذور الثانيه بتبقى ايه بذور، يعني احنا ما بناخدوش شتلات، يعني في الغالب هنا المنطقه كلها اما بيزرع خيار بيزرع حاجات من ديت بتبقى ايه بيزرعها بذره، ما بيزرعش شتلات. واخد الشتلات في ايه بقى؟ الشتلات انا ممكن اخد من عنده مثلا شتلات اللي هي الطماطم اللي هي الفلفل، حاجات اللي ايه برنجان مثلا كده، بطيخ. السعر بقى؟ الاسعار والله ايه الاسعار الباشمهندس ايمن من الناس الكويسه، وعامه يعني الاسعار تعتبر هي ماشيه في يعني في منظومه واحده بالنسبه للكل، يعني بتلاقي الاسعار متقاربه. باشمهندس ايمن من الناس الكويسه اللي اسعاره مش غاليه ولا حاجه برضه. وليد محمد حسين احد مزارعي الخضر بكفر الشيخ، اهلا بيك. اهلا وسهلا حضرتك. احنا دلوقتي اخذنا الشتله من مشاتل الطنطاوي، بنتعامل معاها ازاي اول حاجه؟ الاول بنجهز الارض، قبل ما نجهز الارض بنجهز الارض، بنحفر الارض كويس، بنخلي الارض تحمص، بنحرتها حرتها كويس، بنحط لها الكبريت ونرجع تاني نحط سوبر وندي سكه حرت، وبعد كده بنحاول نشوف الارض اذا كانت حمصت بنخططها ونيجي نحجز في المشت. تمام، شوف مثلا عاوز كميه ايه الارض، هزرع قدين فدان 2 3 باجي اقول للمشت عليه وازرع. تمام، اقول مثلا اقول الاول المشت وراح اخطط ارضي، بعد ما اخطط ارضي
واجهزها وافطمها واجهزها، باجي ايه بقى اروح اروق واروح اجيب الانفار وانزل اشتل. تمام. اشتلت الارض، وبعد ما اشتلت الارض بقى ايه ببدا احط لها ايه لو عاوزه ايه اي حاجه قبل بعد الري، في حاجه اسمها سم فحار بحط لها اللي هي لازمها بحطه له. وبعد كده بقوم جاي ايه متعامل معها بالعزيق الاول، ممكن بعد الرش مثلا، ممكن بعد الزراعه فتره ارش رشه فطري كويسه بحيث ان هي تخلي الايه بتغبط من النبات من الشيط من المشتل للتعامل في الارض. تمام. الاصناف اللي احنا اللي تعاملنا معاها واخدناها من مشتل الطنطاوي، اصناف الخضر ايه بقى اللي احنا زرعناها؟ انا اخدت منه ما شاء الله دلوقتي، اخدت بتنجان، طماطم، فلفل، شطه، اناناس، جميع الخضر كله بزرعه من عند البشمهندس سيم الطنطاوي. تمام. ماشي. احنا خدنا الشتله بنتعامل معاها ازاي؟ احاسس في فرق ما بين الشتله اللي هنا بتاعت الطنطاوي وغيرها بالنسبه للتسميد، بالنسبه للري، بالنسبه يعني لو مثلا في تعامل هنا بناخد الشتله هنا مثلا ايه مقاومه، لازم الشتله تكون مقاومه للامراض وناخدها منهم مقاومه للامراض. ما في شتله ممكن ما تبقاش مقاومه. في شتله ممكن مثلا احطها في الارض مهما رش ما تنفعش، انما هو بيبقى المقاوم دي حسب الصنف. في صنف ممكن ما يقاومش اي حاجه، وفي صنف ممكن اقل رش بترشه بيدي لك النتيجه اللي انت عاوزها. تمام. الانتاجيه بقى الانتاجية. الانتاجيه ده بقى حسب ايدك بقى. انتاجيه عوز شتله كويس، عوز شتله كويس فلاح كويس يدي لك انتاجيه عاليه على حسب التسميد. ما هوش التسميد كده ان انا احط خلاص في الارض كده واحطه خلاص كلها بكميات. المهندس سامي الطنطاوي بيعملنا مثلا ايه، بيدينا برنامج تسميد نحطه، برنامج رش نحطه، هي خدمه ما بعد البيع. خدمه ما بعد البيع. يعني لحد بيوصلنا لحد ما نوصل لحد البيع، لحد ما يبقى عندنا انتاجيه عاليه. يعني احنا مثلا بنصنع اصناف بتنجان كتير، يعني بيدينا الفدان بيجيب قد ايه البتنجان؟ الفدان بتروح من 10 طن ل 15 على حسب شغلك وعلى حسب وقته، على حسب وقت الزراعه. الوقت اللي انت هتزرع فيه، يعني في اوقات كده، يعني في اوقات الفدان البتنجان بيجيب سعر بيبقى انتاجيه عاليه. تمام. وفي اوقات بيقول لي عشان حكم الجو اللي انت زارع فيها او الارض اللي انت زارع فيها. الحاج جمال عبد الجليل احد مزارعي الخضر بكفر الشيخ، اهلا بيك. اهلا وسهلا. احنا بنزرع خضر من سنه كام يا حاج عبد الجليل؟ قول لي بقى. انا بزرع الخضار من زمان، يعني بقى اكتر من 20 30 سنه خضار. الصنف اللي بنزرع بقى ايه وبناكد عليه؟ وبنزرع مره واثنين. احنا عندنا هنا بنزرع البطيخ، ماشي، وبنزرع الطماطم، بنزرع كنوز، وبنزرع الفلفل وبرنجال، ماشي، جميع الخضروات اللي هي عامه على مستوى المركز عندنا هنا دي كلها بنزرعها. كلها. احنا بناخد الشتلات منين بقى؟ والله البشمهندس ايمن احنا نعرفه برضو من فتره، ايمن الطنطاوي. البشمهندس ايمن يعني عارفينه بقى يعني اكتر من 5 6 سنين. والبذور اللي احنا بناخدها من عنده من هنا بذور موثوق منها. اولا اهم حاجه عندنا هنا في البذور ان كان مثلا فلفل او كنوز او كده بندور على الجدر بتاع الشتلايه، ماشي، في جدر بيبقى مثلا محمور، جدر بيبقى ابيض واخد حقه في الرعايه اساسا، فطريات، ماشي، وبناخد البذور عادي وهو طبعا بياخدها بيشتلها بيعملها هنا، واحنا بناخد الشتلات وبنزرعها عندنا، ماشي، وهو اساسا بيعمل لنا برنامج للتسميد والحاجات ديت، ماشي، عشان طبعا الحاجات ديت بقت مكلفه، بذور بقت غاليه والتكليف التسميد والحاجات ديت غاليه قوي 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 يعني، فلازم ناخد من واحد موثوق منه عشان نعرف نحاسبه كويس، ماشي، عشان الحاجه ديت لو طلعت انتاج ضعيف او انتاج مش موثوق منه اعرف احاسبه كويس، ماشي. تمام. اعرف احاسبه،
في مهندسين عندنا ياما في المحافظة وفي المركز عندنا هنا، في ناس لا داعي لذكر اسمها أسماء. بس احنا زرعنا بطيخة حقي جمال أيوه. من هنا من المشاتل، انا اخذنا الشتله من هنا. واللي بقى انت لسه ما زرعناش السنه دي، بس يعني زرعنا قبل كده يعني. زرعتوا من المشاتل بتاعت طنطاوي صح؟ ايوه. واللي بقى الانتاجيه قد ايه بتاعت البطيخ بقى؟ والله احنا ما بنحسب، احنا الفدان عندنا هنا طبعا بيكلف تكلفه جامده قوي طبعا. بيبدا من قليب كراكات ونظام وكلام ده، وفي صوب وفي ملش، يعني ايه شغل احنا كده عارفينه ماشي. الفدان عندنا بيكلف ممكن 50-60 ألف جنيه ماشي. وعشان تروح تجيب العود لازم تجيب العود بحاجه موثوق منها زي ما قلت لك ماشي، عشان اعرف احاسب المهندس وتحاسب المشتل برضه. ما المهندس اللي هو ايه هو طبعا المهندس ما بيجي بيروح الشركات ماشي، عشان هو برضه يعرف يروح يحاسبها يروح يحاسب الشركات التانية دي، وانا اعرف احاسب ماشي، عشان لو لقيت الحاجه ديت مش موثوق منها اعرف انا اجيل، وهو يروح لايه للشركه اللي هو كان متعامل معاها ماشي. عندنا هنا الفدان جميع الاصناف يعني ماشي ماشي، يعني ممكن بالنسبه للسعر بقى، السعر انت وحظك بقى انت وحظك في السعر بقى، ممكن سعر عربيه ممكن تعدي ال 20-30 ألف جنيه انت وحظك يعني. ما ده الارزاق دي بتاع ربنا سبحانه وتعالى يعني، مش ما نقدرش احنا بنزعل حاجه، واحنا من اسباب، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق الكل يعني. راقل هواري فني بمشاتل الخضر، اهلا بك. اهلا بك. احنا دلوقتي متواجدين في مشاتل خضر، مشاتل طنطاوي للخضر. كفن احنا اول ما بناخد البذره لغايه ما تسلم الشتله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بدايه مشاتل طنطاوي، مشتل لسه زي من طنطاوي، بنتعامل مع الشتلات بدايه، هي بتبقى طبعا مراحل، بدايه مراحل البذور ماشي، دي مرحله الزراعه في الاول ماشي. سنين بعد كده بخلص من مرحله الزراعه، بخش على مرحله الكمر ماشي، الكمر البذره، بحيث تتم عمليه الانبات. بعد كده بنتم عمليه الفرد في الصوبه، ونتعامل معها جميعا حالها لحد توصل موضوع الشتله هنا. ماشي. يعني مثلا احنا زي دلوقتي صنف طماطم او بتنجان او خيار، التعامل ازاي بتاع كزراعيا، اسمده ميه؟ بالنسبه للاسمده بتختلف من انواع لنوع اخر، ما فيش اي فن بيتعامل يعني. بالنسبه ل كالاسمده اللي بنتعامل بيها، ممكن بيتعامل بيها غيري، بيتعامل بيها اي حد تاني ماشي. في انواع مختلفه كتير في السوق ماشي، بس احنا بنفضل يعني من اجود انواع الاسمده واجود انواع المبيدات ماشي، بحيث ان احنا نوصل عود الشتله للمزارع او الفلاح خالي من الامراض وخالي من الفطريات وخالي من الحشرات ماشي. بتبقى طالعه يعني مثلا من عندنا من هنا من المشتل محصنه من جميع الامراض. تمام. احنا بنطلع النهارده عود الشتله على كام يوم بقى؟ يعني من بدايه البذره حتى الاستلام، استلام الشتله، تسليم الشتله للمزارع. بالنسبه بيختلف برضك على حسب اجواء الجو يعني اوضاع الجو بتختلف معاك بالنسبه لحته موضوع التسليم. في الصيف اي نعم ساعات بتسلم على 25 يوم على شهر ماشي، بس تختلف الزراعات من بعضها لبعضها. بالنسبه كطماطم، كخيار، كبطيخ، كاناناس، كفلفل، كل نوع وله عمر معين في المشتل. تمام. الصينيه بتشيل قد كم عود بقى؟ بالنسبه في الصينيه دي بتشيل 209 ماشي، 209 عود بتسلم على 200. في صينيه ثانيه 104، في 100، في 150. انا مسكت الشتله النهارده ومسكت صينيه الشتله وعايز اشوف العود كويس ولا مش كويس، اعرفها ازاي؟ بالنسبه لما نقلع مثلا عود الشتله ماشي، نخش انت مثلا عود انا ما اخترتوش ولا اي حاجه. تمام. اهم حاجه يكون نقي من الامراض، مثلا الجدر بتاعه عندك ابيض اهو تمام 100 ماشي، الساق بتاع العود مخه كويس
ماشي، مستوى العود عندك الارتفاع بتاعه كويس ماشي، بياخد له مثلا كمان تسميد او اي حاجه زي كده ويطلع للزبون، يعني دي جاهزه ان شاء الله تسلم للزبون على كده. تمام. انت شغال مع من زمان مع مشاتل الطنطاوي ولا لا؟ انا بقالي السنه دي بس اول سنه مع مشاتل الطنطاوي. بس قبل كده كنت شغال في مشاتل؟ ايوه قبل كده. انا يختلف عن المشاتل اللي اشتغلت فيها؟ ايوه تختلف طبيعي. بالنسبه هنا في يعني جوده في المبيدات، جوده في الاسمده ماشي، من اجود يعني من انظف انواع الاسمده وانظف انواع المبيدات هنا يعني. بصراحه انا لقيتها هنا في المشتل عند استاذ زيمان، لذلك ان هي اصلا طبيعي كمان يعني مريحاني كمان حتى في الشغل.